طيب في تفاصيل اكتر عن تدريبات النادي الاهلي، والفريق اكيد بيستعد لمباراه الاسماعيلي، والنهارده الفريق في اخر تدريب قبل الدخول في معسكر مغلق موجود حاليا في التتش، وزي ما استعرضنا منذ لحظات اخبار الفريق والتدريبات والاجواء اللي فيها الفريق قبل السفر الى الاسكندريه. لكن نروح بسرعه لزميلنا فاروق صلاح مفضى قناه الاهلي. مساء الفل يا فاروق. برحب بيك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا بالجزيره، مقر النادي الاهلي بالجزيره. ويعني في هذه الاثناء محمد، النادي الاهلي بيؤدي تدريبه الاخير قبل السفر والتوجه الى الاسكندريه لمواجهه فريق الاسماعيلي. طبعا انت عارف مبارتين في الاسكندريه، النادي الاهلي تقرر ان هو يقيم في الاسكندريه عقب انتهاء مباراه الاسماعيلي غدا ان شاء الله، والاستمرار في الاسكندريه من اجل مواجهه فريق الاتحاد السكندري يوم السبت القادم. مباراتين في مرحله مهمه جدا، نتمنى طبعا فيهم كل التوفيق لفريق النادي الاهلي سواء امام الاسماعيلي سواء امام الاتحاد، ويتبقى باذن الله الخطوه الثالثه والاخيره امام فريق الزمالك، وتكون مباراه التتويج باذن الله. طيب ايه اخر الاخبار عندك يا فاروق؟ احنا بصينا على التدريب وشفنا بعض اللقطات، ولكن ما انت عندك كواليس، اتكلمت مع اللعيبه، اتكلمت مع الجهاز الفني، اخر الاخبار عندك في ظل انا عارف فيك كواليس كتير او كلام كتير بيتقال على السوشيال ميديا. يعني خليني اقول لك يا محمد، يعني الكلام كتير جدا طبعا بيثار على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، وانت عارف ان طبعا النادي الاهلي خلاص في مرحله حسم الدوري، وانت عارف دايما ان في هذه المرحله تتناثر الكثير من الاخبار، اخبار بتتقال هنا، اخبار بتتقال عن رحيل اللاعبين، عروض للاعبين. عايز اقول لك ان بعض اللاعبين انا بتكلم معاهم بيقول لي انا بتفاجئ بالكلام اللي بيكتب على السوشيال ميديا، ما فيش اي حاجه من الكلام ده. اكيد لو في يعني في عروض او يعني اي عروض للاعبين بيتم من خلال النادي الاهلي، وبيتم الابلاغ اللاعب، وبيتم يعني التواصل مع اللاعب في هذا الامر. لكن خليني اقول لك ان يعني كل اللاعبين بتتكلم في هذا الامر، احنا مش ملتفتين تماما لاي كلام بيثار على العروض على السوشيال ميديا او يعني عروض هنا او هنا. كل تركيزنا في الفتره الحاليه وان احنا نختم بطوله الدوري ونفوز بدرع الدوري وعوده الدوري من جديد الى الجزيره. عايز اقول لك نفس الكلام هو ده يعني ايضا اللي كلام بيقال من الجهاز الفني ايضا، سواء يعني مستر مارسيل كولر مع اللاعبين او الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سامي قمصان، فيش اي كلام خالص. يعني انا بنفي لك ان كل الاخبار يا محمد اللي بتتقال على وسائل التواصل الاجتماعي من عروض لاي لاعب بدون ذكر اسماء اللاعبين، الكلام ده غير صحيح بالمره. ايضا يعني استقدام بعض اللاعبين او يعني عوده بعض اللاعبين، دي امور لم تحسم في هذه الفتره. الفتره دي التركيز اللاعبين، تركيز الجهاز الفني بينصب على المرحله الحاليه، المرحله مباراه الاسماعيلي، مباراه صعبه جدا ومباراه مهمه جدا، هي من اهم المباريات للنادي الاهلي. وانت زي ما قلنا محمد، هي مرحله بتتلخص في مواجهتين، الاثنين في مرحله واحده، مواجهه الاسماعيلي ومواجهه الاتحاد السكندري. مستر مارسيل كولر النهارده يا محمد يعني قبل بدايه المران يعني اجتمع مع اللاعبين، يعني الابتسامه اللي احنا شايفينها من مستر مارسيل كولر يعني دي من بعد مباراه فيوتشر، يعني كان باين علامات الغضب طبعا على مستر مارسيل كولر بعد التعادل الاخير مع فريق فيوتشر، وطبعا اتكلم على اهدار الوقت وان النادي الاهلي وصل كتير جدا لكن ما قدرش يستغل هذا الامر. لكن تقدر تقول النهارده الابتسامه اللي شفناها على وجه مستر مارسيل كولر، استقبال اللاعبين ليه، خلاص الجميع قفل صفحه مباراه فيوتشر، الجميع مركز في مباراه الاسماعيلي. عقد يعني جلسه كده مع اللاعبين يا محمد لمده 10 دقائق قبل انطلاق المران، شدد على اهميه مباراه الاسماعيلي واكد على هذه المباراه، ضروره ان انا يعني اخلص مباراه الاسماعيلي، هستمر والفريق هيبقى مقيم في الاسكندريه، هبدا ان انا افتح مباراه الاتحاد السكندري، بعد مباراه الاتحاد السكندري نبدا الحديث على مباراه التتويج ان شاء الله، مباراه الزمالك واهميه هذه المباراه. لكن كل الكلام حاليا الداخل النادي الاهلي مع اللاعبين مع الجهاز الفني اهميه مباراتي الاسماعيلي والاتحاد السكندري. طيب في جزئيه متعلقه باكرم توفيق وكريم فؤاد، في امل ممكن يلحقوا حتى مباراه كاس مصر اللي هتتلعب يوم 30/7 لو كملنا الكاس في أول أسبوع في 8، ولا السنة دي صعب جدا أكرم وكريم يلحقوا الموسم الحالي والاستعداد بقى يبقى للموسم الجاي من شهر 9 بإذن الله؟ يعني محمد ده نقطة مهمة جدا، ويعني الكتير جدا من جماهيرنا طبعا بيهمهم طبعا يطمنوا على حالة أكرم توفيق وكريم فؤاد.
تعرف ان يعني خلال الفتره الماضيه الدور الطبي اللي قام بيه النادي الاهلي سواء يعني بقياده رئيس الجهاز الطبي دكتور احمد ابو عبله طبعا بالتنسيق ويعني الامكانيات اللي تم تحتها للجهاز الطبي النادي الاهلي من قبل مجلس اداره النادي الاهلي خاصه في يعني العمليات اللي اجريت للاعبين سواء لكريم فؤاد او اكرم توفيق. خليني برضه اقول لك يا محمد ان في هذا السياق او في هذا الامر كنت كلمت مع الدكتور احمد ابو عبله في هذا الامر. يعني اكرم توفيق كان في بعض يعني كلنا عارفين اصابه الرباط الصليبي، لكن في بعض طبعا انت عارف بعض الامور الثانيه تمت خلال العمليه ايضا عمليه الرباط الصليبي، تعرف طبعا بيبقى في بعض الامور تنظيف للركبه وامور ثانيه تمت في يعني عمليه اكرم توفيق كانت تستدعي وقت اكتر من الفتره اللي كانت مقدره من قبل اللي هي فتره الرباط الصليبي، لكن القياسات البدنيه والامور الطبيه والمتابعه اللي اجراها اكرم توفيق في الفتره الاخيره اثبتت يعني ما شاء الله يعني اكرم توفيق واحد من اللعيبه الرجاله، ومدى استجابه عضلات اكرم توفيق لي يعني خلاص للعلاج والبرنامج الطبي اللي موضوع يعني على هذا السياق يا محمد. الوقت اللي انا بكلمك فيه حاليا كريم فؤاد دخل في مرحله مهمه جدا من مرحله العوده الى الملعب، بدا بمرحله الجري حول الملعب. يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه كريم فؤاد بيجري حول الملعب، اعتقد دي مرحله مهمه جدا، لكن عشان احسم لك هذا الامر اعتقد من الصعب جدا يعني يكون موجودين خلال فتره مباراه الكاس او يعني نهايه هذا الدوري. تقدر تقول يعني مع بدايه انطلاق الموسم الجديد باكد لك طبعا جاهزيه اكرم توفيق وكريم فؤاد. تعرف طبعا الدكتور احمد ابو عبله في هذا السياق او في هذا الامر يعني بيتحرى الدقه جدا ان هو يكون حريص جدا على سلامه اللاعبين، عدم المجازفه باللاعبين، باكد لك هذا الامر. يعني باكد لك ايضا على كافه الامور الطبيه، البرنامج الطبي الموضوع ليهم بيسير بخطى اكثر من ممتازه واكثر من اللي كان متوقع. طبعا المتابعه مع الدكتور اللي كان اجرى الجراحه سواء لاكرم توفيق او لكريم فؤاد واشار واشاد بهذا الامر، لذلك انا باكد لك عوده الاثنين. وهو يعني بالمناسبة محمد انت عارف ان اكرم توفيق كانت اصابته قبل كريم فؤاد بشهر، لكن خليني اكد لك ان عودة الاثنين هيكون الاثنين مع بعض في نفس التوقيت اكرم توفيق وكريم فؤاد. على هذا السياق محمد واحنا بنتكلم على اصابات اللاعبين باكد لك عمرو السولية خلاص بدا برضو دخل المرحله الاخيره من التاهيل بالجري حول الملعب، ايضا محمود متولي تقدر تقول يعني النادي الاهلي من الناحيه الطبيه الخاصه بعمرو السولية ومحمود متولي خلاص من الناحيه الطبيه الدكتور احمد ابو عبله قال الامور الطبيه خلاص تمت، بادئ يعني خلاص في الجزء الاخير من مرحله التاهيل، ثم طبعا ياخدوا اجزاء من المران الجماعي ثم الاشتراك بصوره كامله في المران الجماعي للنادي الاهلي. تقدر تقول يا محمد ان دي يعني كل الامور الخاصه بالناحيه الطبيه لبعض اللاعبين اللي طبعا الغايبين عن النادي الاهلي في الفتره الاخيره. باذن الله. الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. وفاروق اكد على حاجتين، فكره اللعيبه اللي يعني بتتلقى عروض للرحيل عن الاهلي، وهو طبعا مش هنقول اسماء لكن هو اتكلم بشكل مباشر مع اهم اتنين لعيبه السوشيال ميديا بتتكلم عليهم في الساعات الاخيره. لا اللعيبه بتقول ان احنا اصلا عندنا عروض ولا بتتكلم في القصه دي مركزين في الدوري، ولا كمان الجهاز الفني قال ده في عروض. كل الكلام المطروح على السوشيال ميديا على فكره في زياده شويه وفي كلام خارج السياق وغير حقيقي، والتركيز اكتر لغايه حسم الدوري ثم التفكير بعد كده بقى في نهايه الموسم ازاي هنبدا نحضر للموسم اللي جاي.